بس إيش علاقة الموضوع أو إيش علاقة موضوع الميتافيرس بموسم الرياض؟ وإيش وجه الشبه أو خلينا نقول الرابط ما بين موسم الرياض والميتافيرس؟ لازم تشوف المقطع الأخير علشان تفهم الموضوع هذا. كل هذا وأكثر في مقطعنا اليوم مع أخوكم الدكتور أسعد رزق. بسم الله نبدأ. طيب علشان أكون واضح وصريح معك، سواء في العملات الرقمية أو غير العملات الرقمية، أحد أهم المفاتيح للاستثمار الناجح هو أنك تسبق الترند، دائما تكون سابق للهيرد أو للقطيع، وأنك تكون في أول القطيع وأول المستثمرين في هذا الترند حتى قبل ما يصير ترند. واحدة من الأشياء المهمة اللي ستصبح في يوم من الأيام ضرورة من ضروريات الحياة، ولا يمكن أيضا أن نقوم بأي شيء في حياتنا اليومية من دون هذه التقنية، هو الميتافيرس. سمعنا في الفترة الأخيرة وفي الآونة الأخيرة كيف الفيسبوك غير اسمه للميتافيرس. حتى لما تدخل تطبيق الفيسبوك مثلا راح تلاقي كلمة الميتافيرس. فالميتافيرس هو أحد الأشياء المهمة وأحد الترندات القادمة وبقوة، وفي يوم من الأيام لن يوجد بيت أو منزل يخلو من تقنية الميتافيرس. الميتافيرس أو تقنية الميتافيرس هي تقنية كنا في يوم من الأيام نتحدث عنها كخيال علمي، ساينس فيكشن لا أكثر ولا أقل. كنا نشوفها في الروايات، نشوفها في الأفلام، في الكوميك بوكس وغيرها من الوسائل. لكن الفترة الأخيرة بدأت الكونسبت أو مبادئ تقنية الميتافيرس توجد أو تتخلل معظم بيوت المملكة العربية السعودية، أو معظم بيوت أو منازل الشرق الأوسط بشكل خاص والعالم بشكل عام. والسبب هو الفيديو جيمز. الفيديو جيمز منتشرة عندنا في الخليج أو في الشرق الأوسط بشكل كبير. أغلب المنازل تلاقي فيها مثلا هذا الطفل أو هذا الشاب أو هذا الرجل يلعب الفيديو جيمز. الفيديو جيمز فيها الكثير من مبادئ الميتافيرس، وأكبر مثال عليها الفورتنايت وماينكرافت وغيرها من الألعاب الكثيرة التي تستعمل مبادئ الميتافيرس. طيب معليه، إحنا ما فهمنا إيش هو الميتافيرس. الميتافيرس هو العالم الافتراضي أو العالم المعزز، لكن في تويكة معينة أو في تريك معين. أول من أشار إلى مصطلح الميتافيرس أو خلينا نقول الفيرتشوال رياليتي هو نيل ستيفنسون في عام 1992 في روايته الشهيرة سنو كراش. في هذه الرواية كان يوجد اثنين من موظفين التوصيل أو الديليفريز يهربوا من الواقع اللي هم عايشين فيه إلى العالم الافتراضي أو العالم المعزز. فكانت هذه أول إشارة لهذا النوع من العوالم في رواية نيل ستيفنسون في عام 1992. الميتافيرس إيش علاقته بالعملات الرقمية؟ إيش علاقته مثلا بموسم الرياض والكثير من الأحداث أو الإيفنتس أو الفينيوز اللي تحصل في العالم؟ الميتافيرس هو العالم الافتراضي المبني على البلوك تشين. راح نحتاج البلوك تشين لتسجيل مثلا بيانات خلينا نقول فئة معينة من المجتمع. فبالتالي بيانات هذول الناس موجودين عندنا على البلوك تشين، وهذا اللي تحاول تسويه فيسبوك حاليا. عندها قاعدة بيانات ليوزرز بشكل مهول جدا، تحاول تستعمل هذه القاعدة إذا كانت هذه أحد نواياها بالفعل لتعزيز هذا الواقع الافتراضي. فبالتالي بدل ما أنا أفتح الفيسبوك وأتواصل مع حسام على الطرف الآخر من العالم، ممكن أنا وحسام نتواصل مع بعض عن طريق الواقع الافتراضي باستعمال بياناتنا اللي زودناها للبلوك تشين، وعطينا مثلا فيسبوك الأحقية باستعمال هذه البيانات. خليني أتكلم لك في الموضوع بشكل أسهل. طيب علشان أتكلم بالموضوع بشكل أسهل وبشكل مبسط أكبر، مثلا على سبيل المثال أنا طبيب مخ وعصب، أشتغل في أحد المستشفيات اللي موجودة داخل المملكة العربية السعودية. يوجد 3 أيام في الأسبوع نحتاج نسوي ميتينج أنا والفيزيشنز اللي معايا والأطباء اللي معايا، نناقش فيها الحالات سواء كانت حالات مستعصية، حالات عادية، المرضى المتنومين وغيرها من الحالات نتناقش فيها سوا. في الميتافيرس أنا ما يحتاج أحضر هذا الميتينج. في الميتافيرس أنا ما يحتاج مثلا أسوي زوم كول نجتمع مع بعض فيها عن طريق الأونلاين. لكن في حاجة أفضل من كده ويكون فيها تعزيز للواقع بشكل أكبر. كيف هذه الطريقة؟ أنا موجود في البيت أو في مكتبي وفلان في مكتب وفلان في مكتب، ممكن نجتمع عن طريق الواقع المعزز باستعمال الميتافيرس وتقنية البلوك تشين تكنولوجي علشان نتواصل مع بعض. طيب تقول لي إحنا وبدي قاعدين نسوي هذا الشيء بالزوم كولز، لكن زي ما إحنا كلنا عارفين فترة كورونا كان مثلا الطالب أو الشخص يفتح الزوم ميتينج يقعد مثلا يشتغل على التيك توك ويسحب على الميتينج.
في الميتافيرس التعزيز للواقع بشكل أكبر. أنا كاني قاعد أتقابل مثلا مع حسام في طرف العالم في طرف الآخر من العالم، بس كنا إحنا واقفين أمام بعض. خلينا نبسط الصورة بشكل أكبر. أنا وثلاثة من أصدقائي حابين اليوم نطلع نتكي في كافي. خلينا نفترض مثلا في ستاربكس. بدل ما كلنا نروح لستاربكس، أنا ممكن أقابل حسام وأسامة وخالد كلنا في ستاربكس، لكن في الواقع الافتراضي معزز. ممكن كلنا نجتمع، ممكن أشوفهم بشكل كامل، يشوفوني بشكل كامل، نتواصل وإنتراكت ورياكت مع بعض، نتفاعل مع بعض بشكل واقعي ومعزز، وحتى ممكن أعزمهم على قهوة بفلوس حقيقية. لأن عالم الميتافيرس في عدة بلاتفورمز، هذه البلاتفورمز لها عملات، العملات هذه مرتبطة بقيمة حقيقية. يعني ممكن مثلا أنا أعزمهم في ستاربكس على قهوة بعملة البلاتفورم هذا، وهذه العملة فعلا تسوى شيء. صاحب ستاربكس كمان أصدمك أكثر، صاحب ستاربكس اللي موجود في البلاتفورم هذا استأجر المكان مقابل عملة اللي هي عملة البلاتفورم اللي أصلا تساوي فلوس حقيقية من صاحب المول، فصاحب المول أخذ فلوس. صاحب المول هذا بنى واشترى الأرض أو استأجرها من صاحب الأرض هذه في البلاتفورم هذا عن طريق فلوس، فتم بناء عالم متكامل في بلاتفورم معزز أو في واقع افتراضي معزز. هذه فكرة الميتافيرس بشكل عام. مثال آخر، أنا مثلا مهتم أني أشتري عقار أو فيلا في لندن. هذا العقار أو الفيلا اللي موجودة في لندن بعيدة عني حاليا. أنا الآن موجود في السعودية، خلينا نقول مثلا ما أقدر أسافر لندن بسبب العمل، بسبب كورونا، COVID-19 restrictions، أي سبب كان. لكن أنا ممكن أقابل السمسار وأقابل صاحب العقار عن طريق الميتافيرس وأشوف صورة واقعية، أو بلاش أقول صورة، عالم واقعي معزز للعقار اللي أنا بشتريه. أقدر أقابلهم شخصا لشخص، أشوف حركاتهم، أشوفهم بشكل كامل، أدخل الفيلا هذه أو أدخل العقار، أشوف الأثاث، أشوف الوحدات الموجودة فيها، وأعدل الغرف، أتمشى فيها، أروح أجي فيها، أعرف حجمها بالشكل الواقعي كأني موجود فيها. هذا هو الواقع المعزز. ممكن مثلا أقدم كورس، أقدم دورة، أشرح درس، أقدم مؤتمر، أشرح المحاضرة أو ليكتشر في الطرف أو في الطرف الآخر من العالم، وأنا قاعد مع الستودنتس أو مع الطلاب وجها إلى وجه في العالم المعزز أو العالم. استل أنت ممكن تقول لي طيب كيف ممكن، إيش دخل هذا في سالفة الموسم الرياض وأي سالفة أخرى أو فينيو؟ بس أنا حبيت أجيب طابس الموسم الرياض لأنه هو هذا إيفنت موجود حاليا إحنا قاعدين نعيشه، فيكون مثال جدا ممتاز بخصوص الميتافيرس. لكن انتظر للآخر حتشوف الصدمة بالكامل. الآن راح نتكلم عن أهم المشاريع وأكبر المشاريع اللي موجودة في الميتافيرس. واحدة من هذه المشاريع ذكرتها في قناتي في التليجرام، لا تنسى تتابعني في قناتي في التليجرام وأبطها في صندوق الوصف المشار عليها بالسهم الأحمر. دخلنا فيها بسعر جدا ممتاز، وحاليا هي سعرها جدا ممتاز. أول مشروع للميتافيرس أو عالم الميتافيرس هو ديسنترالاند. هذا المشروع في أراضي أو في لاندز أو فيرتشوال لاندز، هذه الأراضي يمكن بيعها، بالتالي عند حصولك على هذه الأرض، طبعا الأراضي المساحة فيها تحاكي العالم الواقع، فأنت ممكن تقول لي طب إيش فايدة نشتري أرض بكرة البلاتفورم أو المنصة هذه تزود الأراضي؟ لا، هي 90,000 وحدة أو 90,000 يونت من الأراضي موجودة وما راح تزيد، محددة، ويتم بيعها، شراءها، تداولها وغير ذلك. أنت ممكن تشتري فيها أرض، ممكن تأجرها، يجي شخص مثلا يسوي فيها آرت جاليري، هذا الآرت جاليري كله تيكت للدخول، يدخل فيه الناس. طبعا هذا كله بفلوس واقعية ممثلة بعملة البلاتفورم اللي هي عملة مانا. فممكن أنا يكون عندي فيها آرت جاليري، هذا الآرت جاليري أنا مستأجره من صاحب الأرض، اللي يدخلوا الآرت جاليري هذا يدفع تيكت، أو ممكن اللي يدخلوا الآرت جاليري هذا يشتغل لوحات معينة أو تحف معينة بأيضا عملة المانا، وعملة المانا هذه لها قيمة واقعية. هذا أحد الأمثلة. المثال الثاني وهو اللي ذكرناه في قناتي في التليجرام وأبطه في صندوق الوصف، The Sandbox يعتمد على فكرة مشابهة لعالم الماينكرافت. إذا أنت من الناس اللي تعرف ماينكرافت، عندك واحد من أخوانك يلعب ماينكرافت، هي فكرة مشابهة للماينكرافت. المشروع الثالث هو أكزي إنفينيتي. أكزي إنفينيتي فكرة أنه يكون في كاركترز أو في شخصيات، هذه الشخصيات يتم شراءها، يتم تبيتها، تكبيرها، بيعها، تداولها وما إلى ذلك.
طبعا كل هذه الاشياء سواء اللاندز او سواء الكابيتالز او سواء المولز اللي بتشتريها او المحلات اللي بتستاجرها، او مثلا اشتريت ارض وخليتها لوحه اعلانات، الناس اللي بتدفع لهذه الاعلانات، هذه كلها الممتلكات نون فنجبل توكنز او ان اف تي، يعني ما حد يمتلكها الا انت فقط لا غير. هذه بس عشان توضح الصوره. المشروع الآخر اللي حاب أتكلم فيه، وهذا اللي اللي حابب أضبطه بموضوع موسم الرياض، لأنه هو الإيفنت اللي حاصل حاليا، فيكون أفضل مثال ممكن نضرب فيه بخصوص هذا. طبعا هذا المشروع هو عبارة عن شركة متحفظ عن ذكر اسمها لأسباب تتعلق بالشركة نفسها فقط لا غير. فكرتها إنها فينيو هوست، هي تستضيف الإيفنتات، تستضيف الفيستيفلز، المهرجانات وغيرها. هذه الفكرة بشكل عام، وهم أوريدي قاعدين يطبقوا هذه الفكرة مع أمنيجيا. وأمنيجيا هي يعني if you know you know، أمنيجيا خلينا نقول بمصطلح آخر هو مكان ترفيهي، ففي شراكة ما بين هذه الشركة وما بين المكان الترفيهي هذه. الفكرة إنه ينقل المكان الترفيهي أو الإيفنت أو الفيستيفال أو المهرجان أو أي شيء قاعد يحصل في العالم الافتراضي أو الواقع المعزز. بس كيف هذا ممكن يفيدنا مثلا على سبيل المثال بما يحصل الآن في موسم الرياض؟ بكل بساطة أنت ممكن تستعمل هذه التقنية بأنك تستضيف على سبيل المثال بدل ما خلينا نقول رقم معين إكس من الناس يحتاجوا إنه يقطعوا تذاكر يجوا يحضروا عندك علشان يحضروا الموسم، فبالتالي أنت ممكن تخلي أكسس لجميع الناس اللي موجودين حوالين الكرة الأرضية بحضور الموسم. أنت ممكن ترفع الإيرادات لهذا الموسم 1000 مرة وفي نفس الوقت تقلل الكوست 10 مرات. فممكن استعمال تقنية الميتافيرس لحدث أو لفينيو لإيفنت لفستيفال لأشياء زي كده، علشان أول شيء تسبب أو تسوي أكسس أكبر أو أكسس أعلى للناس اللي متواجدة حول العالم، اللي ما عندها مثلا بسبب فيزا أو بسبب أي سبب آخر إنها تحضر بشكل فيزيكال أو شخصي، ممكن تحضر في العالم المعزز أو العالم الافتراضي. أتمنى أن الفكرة وصلت والفكرة وضحت. الآن الساعة تقريبا 2 صباحا، كان يوم طويل يوم شاق، لكن حبيت أن أوصل هذه الفكرة بأسرع وقت ممكن. طبعا كثير من الناس راح تقول هذا الخبر وش هذا المجنون، نفس الرياكشن اتحصلت عليه في عام 2013 بكل جدارة يوم كنا نتكلم عن البيتكوين والعملات الرقمية، كان يقول هذا الناس خبل، الناس اللي كانت تقول عني خبل هذيك الأيام اليوم يسألوني كيف ممكن أدخل هذا المجال. خليني أقول لك على شيء، الميتافيرس هو واقع محتم بأمر الله سبحانه وتعالى. إذا تضحك الآن 5 سنوات من الآن راح تسألني كيف أدخل هذا المجال. فبكذا وصلنا نهاية المقطع، لا تنسى الشير واللايك والسبسكرايب، اضغط على زر الاشتراك، وايضا فعل الجرس لكل التنبيهات عشان توصلك فيديوهاتنا اول باول. اتمنى لكم يوم جميل، اكثر من صلاه الحبيب عليه الصلاه والسلام. لا تنسون انا وابدين من دعاكم، تصبحون على ما تتمنون. في امان الله.